تميزي للمولاتي في هذا العيد بكيكه غزاله، كيكه العيد بنكهه كعب الغزال. ياه كيكه كعب الغزال كتجي زوينه بزاف بزاف ولذيذه وبنكهه متميزه. نتمنى انها تعجبكم وعاونوني عافاكم الاكسبلور باش يشوفها اكبر عدد من الناس. اول حاجه عندي 3 البيضات، عندي كاس ديال الهنبه ديال السكر، عندي 2 ساشيات ديال المزهر و 2 ساشيات ديال الفانيلا. ضروري مزهر ساشية ديال المزهر لان هي اللي كتعطيها ديك النكهه ديال كعب الغزال. كنضيف له هنايا الملحه، ممكن تضيف حتى روح ديال اللوز الا كتعجبك. انا صراحه ما كتعجبليش الوليدات فما درتهاش. كنخلط البيض شويه غير هكا قبل سميتو، كيف قلت لكم ما كتحتاجي لا ضرب كهربائي لا والو. من بعد كتضيفي كاس كبير من الكريمه او كاس العنبه من الكريمه، الا ما كانش الكريمه عوضيها باللبن او بالحليب. هنا عندي 200 غرام ديال اللوز، غادي نخلطهم غير هكايا، فهي ما كتحتاجش مجهود بدني او مجهود هكا نهائيا، سهله بزاف بزاف. عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق وثلاثه الخمارات، وهاد الكيكه هادي حتى اللون ديالها كيجي زوين وما كتجيش غامقه. الناس اللي كتصوب الكيكه ديال اللوز كتعرف ان كيكه اللوز كتجي غامقه، فانا غادي نوريكم علاش اللون ديالها زوين بزاف بزاف. وهنا عندي كاس ديال الزبده دايبه. بالنسبه للزبده البنات كنفضل انها تكون النكهه ديالها زوينه او تكون زبده سبيسيال، الا ما عندكش ديري مارغرين ودوري روح الزبده. وهذا هو السر اللي قلت لكم عليه، حامضه معصره او تقريبا 2 معالق كبار ديال عصير الحامض هو اللي تيخلي الكيكه ديالنا بيضه واللون ديالها زوين بزاف. والاهم انها ما كتجيش صاعقه بالحلاوه نهائيا. ممكن تزيدي عليها حتى القرفه الا كتعجبك، لكن راه كتجي النكهه ديال اللوز فيها قويه وخا هي مخلطه بالدقيق، يعني ماشي كلها لوز. كنديرها في المول كيف شفتوا انا، المول ما دهناه حتى شي حاجه. الا عندك مول عادي فضروري تدهني بالزبده، ومن بعد كتدخليها الفران يكون مشعول على درجه 180 غير من التحت. كتدخليها الفران 35 دقيقه، ما تحليش عليها نهائيا. انا دابا حليت عليها حتى دازت 35 دقيقه وجعلتها من الفوق. غير قلت لكم يعني هذا هو السر ديال الكيكه عموما، اي كيكه دخلها الفران حسبي 35 دقيقه عاد حلي عليها او شعلي عليها من الفوق. هنايا ملي طابت ما غاديش نخرجها مباشره من الفران، خاصها تبقى في الفران على الاقل 5 ديال الدقائق حتى تاخذ الحراره. كنحلو الفران وكناخذوها باش يعني كتاخذ الحراره ديال المطبخ شويه، عاد ممكن تخرجيها باش ما تهبطلكش. من بعد انا درت لها تزيين عادي، رشيتها بالسكر كلاصي وقدمتها لهم بالصحه والراحه. كتجي واعره بزاف بزاف، تيقوا في ذوقي وجربوها.